نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة الرجاء الرياضي المغربي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بإياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. والقناة ناقلة المباراة وملعب المباراة ونتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الرجاء الرياضي المغربي والحرس الوطني بطل النيجر بفوز الرجاء الرياضي بنتيجة 2-1 بمباراة الذهاب لنفس الدور، بالمباراة التي أقيمت على ملعب جنرال سيني كونيتش معقل فريق الحرس الوطني بطل النيجر. وتقام وتنطلق مباراة الرجاء الرياضي المغربي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بدور إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وغرينتش، والـ11 مساء بتوقيت الإمارات. ويقام اللقاء على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس معقل فريق الرجاء الرياضي المغربي، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الرياضية المغربية HD.